تراصوا وسدوا الخلل. هذه الكلمات غابت عن الحرم المكي 596 يوما بسبب جائحة كورونا، اليوم عادت لتسمعها الأرواح قبل الآذان، وليتقارب فيها خشوع الجوارح قبل الأرجل، ولتتراص الصفوف فيها كما كانت ببهاء. لحظات عامرة بالروحانية كانت مع بداية صلاة الفجر اليوم 17 من أكتوبر 2021. احفظوا هذا التاريخ جيدا، لأنه أصبح أحد أيام البهجة التاريخية في تاريخ الحرم. فما لله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر الله